خرج من البيت وقال هذه الكلمات. قرين حق وضع يبعد كذا بعيد مني. يقول بسم الله من تقول لا توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا يبتعد عنه قرين. يشوفه شيطان ثاني يقول لا كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ايش بتعمل معه اليوم؟ صعب عليك الرجال اليوم ما تقدر عليه. يتنحى قال فيتنحى عنه الشيطان يقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هدي إلى الصواب الطريقة الطيبة كفي كل المصائب والبلايا والوسواس ووقي حمي من الفتن والشرور خلاص كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وهي اشتراها بكلمتين بسم الله من تبلا توقع وحاولت الله بالله وسهلة ما تنساها حتى كلما تخرج من البيت بسم الله امنت بالله توكلته ولا حول ولا قوه الا